متابعينا الكرام، وهو الشوط الخاص بذلل المحليات الأصايل. مسافتنا هي 6 كيلومترات، الظهور الأول لهذه النوعية في هذا الموسم. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية وأرى وجهة نظر من تنطلق بناموس هذا الشوط التابع لهجن العاصفة، يقودها حمد بن راشد بن غدير، تليها اللي في المركز الثاني سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم مطر بن سيب اللاحج، متابعا لهذه الانطلاقة الجميلة والرائعة. ومع المركز الثالث أرى التسلل في هذه اللحظات من الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم وبقيادة محمد بن سعيد بن حلوة، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع من الجانب الآخر أرى هناك أيضا بنت صوغان تتسلل وتنتزع رابع المراكز بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم سيب بن أحمد بن خريدة، متابعا لهذه الانطلاقة الجميلة والرائعة. ولكن التسلل أيضا إلى القدوم في هذه اللحظات من مجرة التابعة لهجن العاصفة، يقودها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، تنطلق مع المركز الثالث. نتابع المركز الرابع من الجانب الآخر، وأرى السهرة تتسلل والصحراء مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد، من يتابع انطلاقة الصحراء مع المركز الرابع. خامسا الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة محمد بن سعيد بن حلوة، الدور دور المركز السادس. نتابع سادس التحديات وأرى سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم مطر بن سيب بن لاحج، من يتابع انطلاقة سلهودة وأرى التسلل مع المركز السابع. أرى هني ممتازة التابعة لهجن العاصفة، يقودها حمد بن راشد بن غدير. ومع المركز الثامن من الجانب الآخر أرى هناك ممدوحة أو التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثامن. أرى هني نجوى تتسلل وتتدخل إلى المركز الثامن، التابعة لهجن العاصفة يقودها حمد بن راشد بن غدير. ومع المركز التاسع ممدوحة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مطر بن محمد بن ضبيعة، من يتابع انطلاقة ممدوحة. ومع المركز العاشر أرى هني الخمرية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم ثاني بن عبيد بن كديدة، من يتابع انطلاقة الخمرية مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول للعشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. ونخبة ونخبة نخبة نخبة وخيرة من الأسامي من تشارك في هذا الشوط، أسامي سجلت أيضا إنجازاتها بأحرف من ذهب منذ سن الطفولة منذ سن الفطامين، وهي تشارك بالإنجازات والتحديات في هذا العالم الساحر عالم الأصايل. نعود مع المقدمة، نتابع مجرة اللي يرت الشوط انتزعت مقدمة هذا الشوط التابعة لهجن العاصفة، يقودها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. ولكن من الجانب الآخر أرى هناك الصحراء لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد، من يتابع انطلاقة الصحراء يا سلام مع المركز الثاني وهي تنطلق بصحراء الإمارات يا سلام. نتابع المركز الثالث أرى هني أيضا بنت صوغان لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم سيب بن أحمد بن خريدة، من يتابع انطلاقة بنت صوغان مع المركز الثالث. بينما إذا انطلقنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الرابع أرى هني الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، من يتابع انطلاقة الشاهينية. وفي خامس التحديات أرى التسلل مع المركز الخامس والسادس والسابع، أرى هني ممتازة وأرى نجوى. ومن الجانب الآخر وجهة نظر التابعات لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثامن. نتابع التسلل الخمرية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة ثاني بن عبيد بن كديد،
جديدة النقلة التالية مع المركز التاسع، كي أرى في هذه اللحظات ممدوحة من الجانب الآخر بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة مطر بن محمد بالضبيعة، عاشرا أرى سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، تنطلق مع المركز العاشر يقودها في هذا الانطلاق مطر بن سيف بن لاحد. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نيدان الثاني، نيدان الثاني للعشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. يا سلام يا سلام، شوط من أشواط الذهب بالفعل مع بداية هذا الشوط، مع بداية هذا الموسم وانطلاق جميل وتحدي رائع مع أسامي، أسامي ذهبية، أسامي ذهبية، أسامي صالت وجالت في هذا العالم الساحر بإنجازاتها، بإنجازاتها وبتحدياتها منذ سن الطفولة بالفعل. نعود مع الصدارة، نتابع بتصوغان اللي انطلقت بناموسي هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن أحمد بن خريدة، من يتابع انطلاقة بتصوغان ولكن من الجانب الآخر مع المركز الثاني أرهني مجرة، المركز الثالث تصل في نجوة، ومع المركز الرابع ممتازة وبشعار هجن العاصفة وبقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. النقلة التالية مع المركز الخامس كي أرى الصحراء لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد، من يتابع انطلاقة الصحراء مع المركز الخامس. وسادسا أرهني أرى القدوم من وجهة نظر التابعة لهجن العاصفة بمتابعة حمد بن راشد بن غدير. سابع المراكز ممدوحة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة، من يتابع انطلاقة ممدوحة. يا سلام يا سلام، بدينا نقترب مشاهدينا متابعينا الكرام ونتجه اتجاه سليم وصحيح الى خط النهاية والمنصة الرئيسية، ولكن أرهني بتصوغان ما بن تفرض وجودها على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، بتصوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن أحمد بن خريدة، من يتابع انطلاقة بتصوغان ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر التسلل في هذه اللحظات والانطلاق، الانطلاق لمجرة اللي انتزعت الصدارة، انتزعت مقدمة هذا الشوط التابعة لهجن العاصفة، يقودها حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني بن صوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسيف بن أحمد بن خريدة متابعا لهذه الانطلاقة الجميلة. المركز الثالث وراء أرى تسلل أيضا، أرى القدوم من ممتازة مع المركز الثالث التابعة لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. رابعا من الجانب الآخر ممدوحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة، وأرد تسلل لوجهة نظر التابعة لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير، ولكن مجرة مع الصدارة، مجرة مع مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات رائعة والانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام، تجارب أولى مع هذا السن تبشر بالخير مع بداية، مع بداية الموسم، مع بداية الموسم، النقطة السابعة لهذا الشعار في هذا الانطلاق الجميل والتحدي الرائع ومجرة من تسير بناموس هذا الشوط بخطى ثابتة حتى هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، التحدي الواضح مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثاني من وجهة نظر، كذلك بشعار هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. تهانينا تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني دائما لحمد بن راشد من غدير. لحظات لحظات وصول واغتراب مجرة من خط النهاية، تليها في المركز الثاني وجهة نظر بشعار هجن العاصفة، ومع المركز الثالث ممتازة لهجن العاصفة. المركز الرابع بن صوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الخامس قهر لسمو الشيخ احمد بن محمد بن رايد المكتوم. المركز السادس الصحراء لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم، والبقيه بنحيلهن لاعضاء خط النهايه. ولكن نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع توقيت مجره تصل في فتره زمنيه مقدارها 9 دقائق 46 ثانيه اربع اجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن العاصفه والتهاني لحمد بن راشد بن غدير. وجهه النظر تصل في المركز الثاني 9 دقائق 46 ثانيه ثمان اجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن العاصفه والتهاني لحمد
بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت في المركز الثالث ممتازة، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق و51 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا كذلك لهجن العاصفة والتهاني دائما لحمد بن راشد بن غدير.